السؤال. خي هادي حنا نضنا الصباح تنسمعوا هاد السيده توفات، تنسمع هاد الشيء، هاد السيده توفات وهاد الموت ديالها جاتنا غريبه. ان السيده كانت صحيحه الغد لي سمعناها ماتت، جاتنا الموت ديالها غريبه. نضنا تنتحركوا تنعيطوا لعباد الله حتى بان هاد الشيء هذا، هاد الموت هادي ماشي عادي. يعني ما فهمتش، يعني انا بنفسي اليوم سمعت، انا ما سمعتش البارح، سمعتها اليوم لاني ما كنتش هنا. ملي سمعتها ما تصدمت، ما تستوعبش الموضوع نهائيا. انا السيده كانت نقيقيه خدامه، انا فاش يلاه جيت لهاد الدور خدامه نقيقيه، كتبغي الناس في المدرسه، خدامه على راسها. ونعم المراه زعما صراحه الله عيبها بعيد على كل شيء، ما عمرنا شفنا على شي حاجه. حتى لهاد الاعوام الاخيره كنسمعوا ان ولدها تيضربها، ملي كيمشيو الناس باش يشهدوا تتقول لهم لا راه طحت راسي. يعني الانسان ما عنده ما يدير حتى شي حاجه، حنا كنتسناو من القانون اللي ياخذ المجرى ديالو، لان هذا الراجل هذا ما خاصوش يبقى نهائيا. نعم دائما المشكل حيت عنده غير هو، يعني الكبده كتقول لك لا انا ما نخليش ولدي يمشي للحبس، ديما تيضربها. ديكلارا وبها الجيران، وملي مشات واش ضربها واش ما عرفتش. المهم اللي مشات هي قالت لهم راه ما كاين حتى شي حاجه، راه انا اللي كنطيح، انا اللي كتضربها. ما يمكنش يوميا كطيح يوميا كتضرب السيده ولات غدا. راه ما كنظنش انه الا مشاو داروا لها التشريح راه غيلقاو انها كتاكل شي دواء ماشي طبيعي ماشي نورمال، لان السيده كانت صحيحه صحيحه خمسه حتى ولات هكا. ما يمكنش، راه غيكون تعذيب مادي معنوي صحي في كل شيء في كل شيء في كل شيء. يعني انا بالنسبه ليا يكون تشريح ثاني. انا باش يشوفوا هاد المراه باش مات، يشوفوا هاد المراه باش مات، تكون عبره للناس. ان هي كلها زرقاء من الداخل، كلها مضروبه. شكون اللي ضرب هاد المراه؟ شكون اللي كرفسها؟ يلا كاين هو ومراته، يعني يا اما هو يا مراته اللي داروا لهاد المراه هاد الحاله. وتنطلبوا من المخزن يوقف مع هاد المراه هادي. والله الا رعباتها ولا عندنا بحال شي حلم هذا، باقي ما متيقنش هذا الشيء كاين. خاصو يكون عبره، خاصو يكون عبره للولاد اللي بحال هكذا ولا تيفكر يدير هكذا. خاصو يكون عبره، خاصو يكون عبره، يعني هو يكون مثال للناس اللي تيفكروا بحال هكذا. لان السيده مليا فيه، مخليه لك الدار مكلاك مشربك دايره لك كل شيء، وحده اخرى انا غرميه الزنقه بحال هذا، كتضربها اليوم غدا اليوم غدا وما بغاش تديك لي بيك. راه اسمح لي، هذا الشيء بعدا اصلا باش ان تشوف الام مبهدله وتجي وتشهد هي في الدوله تقول لهم لا راه حق انا اللي كنطيح. راه خاص الدوله بعدا اولا تفكر في هذا المشكل، كيفاش كطيح هي يوميا؟ كيفاش دائما يوميا الحمها ازرق؟ ما يمكنش، راه سي با لوجيك، هذا الشيء ما تيدخلش للمخ. وتحيه طيبه. المهم هذه الفاجعه اللي وقعت في مدينه الرباط صراحه تدمي القلوب، لانها يعني واصبحوا ضرعوا بلاد الساكنه بعد ما كانت السيده في حاله جيده، يعني تدور الوضع ديالها. كانت يعني كانت في البدايه ديالها كانت انسانه طبيعيه عاديه كتخدم في واحد المؤسسه، ولكن بعد هادشي يعني الحاله الوضع ديالها تدور بعد ما يعني دخلت الزوجه الثانيه، كان مزوج بواحد الزوجه وجات الزوجه الثانيه والحاله ديال السيده تدور. والبارح يعني لقى واحد الفيديوهات ديالها فيها اشكال التعذيب، يعني لقاو السيده يعني عاريه الجسد وعليها مجموعة من يعني الدور يعني الحروق وإلى آخره، يعني جميع أنواع التعذيب وحتى القواج والتهاميدة. هذا الشيء اللي كاين، ويشاع أنه قتلها خنقا، هذا الشيء اللي داير بين السكينة. هذا الشيء اللي داير بين السكينة. أما المهم أما يعني البوليس راه غيعرفوا، يعني غيديروا يعني تشريح طبي وغيعرفوا. السيدة يعني ما كانش يعني ما شفنا حتى كلمة العيب، كانت السيدة زعما إنسانة طبيعية كتعامل مع الصغير والكبير، ولكن يعني الحاله ديال الدورات مسكينه واش بغيت تمشي تدخل عند الديور هكا. هادشي هو ما زعما ما تمنيناش ليه هادشي، وما تمنيناش حتى هادشي. والله يهديه والله يسمح ليه.